أكد قداسة البابا تودروس الثاني أن الكنيسة تصلي من أجل أن يحل السلام والمحبة في قلب الجميع، مقدما الشكر لجميع الألمان لحسن استقبالهم له. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بكنيسة السيدة العذراء بمدينة دوسلدروف، والتي وصل إليها في مستهل رحلته لألمانيا. وكرم البابا خلال حفل استقباله عددا من المسؤولين الألمان وأعضاء السفارة المصرية. ووجه البابا خلال كلمته الدعوة للألمان لزيارة مصر والتعرف على تاريخها ومشاهدة الأديرة والكنائس القديمة، إلى جانب المعالم الأثرية.